صباح الخير، يا رب تكونوا كلكم بخير. في مادتين طبيعيتين بسمع عنهم من زمان وبقرا عنهم من زمان والمرضى بيكلموني عنهم من زمان، بس النهارده قررت احسن علاقتي بيهم. حبيت اعمل شات معاكم النهارده عن واحد فيهم اللي هو التوم. الماده الثانيه هي ماده الكركم، هنتكلم عليها بس مش النهارده. النهارده هنتكلم عن التوم. التوم النبات الجميل اللي من عيلة البصلية اللي ريحته لاذعة نتيجة مادة الكبريت اللي جواه، وان هو بيدي للطعم للأكل طعم جميل جدا. التوم مادة من العيلة البصلية زي ما قلنا، وبيتحط على معظم الأكلات، وبيستخدم من آلاف السنين في الهند وفي المملكة المصرية وفي مملكة بابل وفي أماكن كتيرة من العالم، بس بيستخدم في العلاج أكتر ما بيستخدم في الأكل، وكان نتائجه مبهرة في وقتها مع أمراض كتيرة جدا. التوم مادة قليلة النبات قليل السعرات الحرارية، ومع ذلك غني بفيتامين بي 6، بالسيلينيوم، بفيتامين سي، بالكبريت، بمواد تانية كتير مفيدة للجسم، وبالتالي هو ما بيتخنش إطلاقا لو اتاخد بصورة علاجية يومية. التوم أثبتت دراسات كتيرة جدا إن هو بيجيب نتيجة في تنشيط المناعة بتاعت جسم الإنسان، وإن هو بيحسن. عملوا دراسات على نزلات البرد أثبتت إن الناس اللي بتاخد توم عرضة أقل للإصابة بنزلات البرد بنسبة 63%، وفي نفس الوقت إذا جالهم برد بيخفوا بسرعة. التوم فيه مواد مضادة للأكسدة بتنقي الجسم وبتفلتره، بتحسن الأوعية الدموية، فبالتالي بيساعد في مرض الزهايمر في منعه وعلاجه، وفي نفس الوقت بيحسن أمراض النسيان وضعف الذاكرة والأشياء اللي زي دي. التوم فيه مواد كتيرة أثبتت إنها بتقلل فرصة الإصابة بالأمراض المزمنة، وفي نفس الوقت بتطول العمر نتيجة تقليل حدة الأمراض المزمنة. التوم أثبتت دراسات حقيقية إن هو بيقلل ضغط الدم، وإن جرعات عالية من مادة التوم النباتية قد تعادل بعض أدوية الضغط الأساسية الكيميائية. التوم بيقلل الكوليسترول والكوليسترول الضار، وملوش تأثير على الكوليسترول النافع ولا الدهون الثلاثية، إنما بيفيد جدا في تقليل الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار. التوم بيزود مادة الاستروجين في السيدات بالذات، فبالتالي بيقلل فرصة هشاشة العظام بعد انقطاع الدورة، وفي نفس الوقت بيفيد جدا في أمراض العظام. التوم مضاد للالتهاب بصفة عامة، وبيقلل فرصة الالتهابات العظام في الجسم أو الالتهابات الأخرى داخل الجسم. دراسات كتير أثبتت إن التوم بيفيد في تحسين القوة البدنية والكفاءة البدنية والذهنية عند الرياضيين وعند الناس العادية. التوم يا جماعة دي فوائد كتيرة جدا جدا جدا، ومش عيب أبدا ولا خسارة إن الإنسان ياخد فصين توم كل يوم الصبح ومعاهم مية أو زيت زيتون أو حاجة من الحاجات دهيت، لأنه هيستفيد منها وهيحس إن هو أحسن بكتير. في فوائد تانية كتيرة للتوم بسيطة، بس أنا قلت لكم النهاردة الفوائد الرئيسية. كما أثبتت بعض الدراسات إن التوم بيقلل فرصة الإصابة بالكانسر وبيقلل حدة الكانسر، لأنه مليان مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات وأشياء جميلة جدا، وفي نفس الوقت بيساعد على تحسين الصحة وبيساعد في تقليل الوزن وتقليل الأمراض المختلفة. مادة جميلة جدا. آخر حاجة لازم أقولها إنه بيدي طعم جميل للأكل ورائع للأكل، ومعظم الأكلات اللي إحنا بنحبها فيها نسبة توم وبتدي طعم رائع للأكل. مادة جميلة قوي، أنا شخصيا هبتدي أتعامل معها بثقة أكتر، وفي مستحضرات نزلت في السوق لمادة التوم زي حبوب التوم ممكن يكون لها كفاءة على حسب نقاء المادة المستخدمة، ولكن برضو في النهاية أنا بقول لو فصين توم كل يوم على الريق مع مية أو زيت زيتون أو الاتنين مع بعض ممكن يجيبوا نتائج كويسة جدا في أمراض كتيرة جدا، خاصة مع نسبة التلوث اللي احنا عايشين فيها، ومحتاجين ان احنا نحسن كفاءتنا البدنية والصحية ونحس ان احنا أفضل.
أتمنى إني أكون وصلت لكم فكرتي النهاردة، وأتمنى لكم جميعا الصحة والسعادة. ما تنسوش لايك سبسكرايب تفعيل جرس، وأشوفكم دايما على خير. سلام عليكم.